لأن الإمام لا يشكر على تحمل وجبك الشراء، واللي الدولة طبعاً هي التي من سيتحمل عند العبء المالي ديال الشراء حدد 23 مليار ديال الدرهم. طبعاً لحد الآن يعني تصدرنا فقدان الشغل كيف ما قلت حتى 2025 التوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد حتى هو حتى 2025، ولكن يمكن أن يقول بأن الترسانة القانونية المتعلقة بهذا الورش ديال التقاعد كلها واجدة، على أساس أن هذوك النصوص اللي كنا كنديرو التسجيل الإجباري الأساسي على المرض هما نفسهم، ومع ذاك المراسيم كنا كنتكلمو في نفس الحين على التسجيل الإجباري الأساسي على المرض والانخراط في أنظمة يعني ديال التقاعد. قدنا تعويض العائلية، لكن يمكنني أن أقول بأن حاليا يجري يعني دراسة مختلف السيناريوهات من أجل يعني تنزيل هذا الورش لربما من بداية نهاية هذه السنة، لكن أجزم وأقول بأن هذا العام هذا خاصة تكون الترسانة القانونية المتعلقة بتنزيل ورش التعويضة العائلية على الأقل كلها كاملة. فاش كنقول الترسانة القانونية يعني خصنا نكونوا حددنا شنو هي الشروط، خصنا نكونوا حددنا شنو هي يعني الكونديسيون، واش يعني واش غنشترطوا على هاد الناس هادو شي حاجة باش يستافدوا، والأهم هو شحال غنعطيو في التعويضات العائلية. هل يتعلق الأمر بتأمين للتعويضات العائلية كأنه الشأن يعني بالنسبة لأجراء القطاعين العام والخاص على باقي الفئات يعني هما غير الأجراء والناس يعني اللي ما كيخدموش يعني هذوك العائلات اللي ما عندهمش قدرة على تحمل وجبة الشراء، أم سيكون في يعني بشكل يتناسب و يعني القدرة ديال هاد الناس هادو عرفتش عندهم ولا ما عندهمش إلى غير ذلك. العائل هذا الورش كان خصو يكون يعني في هاد السنة هادي خصو يكون يعني على الأقل بان، لأن البرمجة الميزانية ديال هاد الورش في العام القانون المالية ديال العام الجاي يعني كتتعلق أن نكون حسبنا في هادشي هذا كامل هاد العام، ولأن ورش التأمين الإجباري الأساسي على المرض يعني التأمين ديال هاد الورش هذا كان خصو يكون سالا في 2022 على حساب ما أقره القانون الإطار 2021، فالمداخلة ديالي طبعا غتكون يعني عبارة عن الحديث على مراحل تقدم هذا الورش، وكذلك من خلال رصد المسارات التي مر منها. طبعا خصنا نشوفوا التحديات اللي كتعترض التنزيل ديالو، وايضا شنو هي الحلول اللي ممكن اننا نتكلموا عليها في افق تجاوز هذه الاكراهات التي اعترضت طبعا تنزيل هذا الورش.